نعم تامر، أهلا بك. أهلا بك همام. وبالفعل كنت تتحدث تامر منذ قليل عن مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، انتهت منذ قليل بالفعل هذه الجلسة، وكان هناك كلمة مهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وركز على مجموعة من المحاور ومجموعة من النقاط. هذه الجلسة أو المبادرة تامر هي بالشراكة بين مصر وقبرص، بالتأكيد وجه الرئيس التحية والتقدير للرئيس القبرصي وعلى دور قبرص أيضا في المساهمة في التقليل والحد من هذه التغيرات المناخية، وحرص قبرص على الوصول بنتائج هذه القمة إلى نتائج أفضل. وأيضا ركز على منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط باعتبارها من أهم المناطق على مستوى العالم في التعرض للتغيرات المناخية بدرجة كبيرة، وقال إن هذه المنطقة من أكثر المناطق في العالم تأثرا بتبعات تغير المناخ وأثاره المدمرة على كافة الأصعدة. أيضا يعني شجع من دور المبادرات التطوعية في هذا الشأن، المبادرات الرامية لحشد الجهود في مسألة التغيرات المناخية وفي مسألة الحد منها والتكيف معها في بعض الدول، وقال إنه أهم ما يميز مبادرة الشرق الأوسط أو شرق المتوسط هي المكون العلمي في هذه المبادرة، حيث إن كل الجهود المستخدمة في مواجهة التغيرات المناخية تعتمد على أفضل العلوم والتطبيقات المتاحة للتنفيذ.